انتقلنا أنا والعائلة إلى الكويت، وكان حلمي أشتغل بشركة كبيرة اسمها Global Investment House. قدمت لها أول مرة وترفضت، قدمت لها مرة ثانية، حكوا لي في عندنا إحنا Product is an Insurance Company وحتطلع IPO، take it, study it, come back to us after a week and pitch it for us. قلت لهم شو؟ أخذته وروحت على البيت، لا بعرف ايش هي الانشورنس كمباني بتسوي، ولا بعرف ايش هو الاي بي او، ولا بعرف شو هي بيتشت، مش عارف بالضبط ايش الطلب يعني. فبالمره كلولس، بس انا يعني كنت مستعد اني اقبل التحدي، ورحت لقيت لي واحد من قرايبنا هو سي اف او، وقعد معي كل ليله لمده اسبوع يشرح لي ايش هي الشركه هاي، شو بتسوي وكذا وهذا. فصار عندي شويه يعني يمكن تقريبا 3% معلومه عن المنتج هذا كله، وعرفت انه لازم انا اقعد وبيتش، عرفت ايش يعني بيتش، انه لازم انا احاول ابيعهم الشركه هذه اللي بدها تنزل عطاء وتبيعهم اياها. المهم اخذت كان بالتدريب انا كتبت كل شيء على نوت بادز صغيره هيك، اوراق صغيره، فكتبت معلومات عشان احفظ، وكان من المستحيل اني احفظ، فضلوا هذول معي. فلما دخلت على الانترفيو ضلوا معي، فاكتشفت شغلة كبيرة 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 بحياتي أنا ما كنت بعرفها. أول مرة بكتشف إنه عندي فوبيا public speaking، وأنا واقف معهم عم برج وعم sweating وعم بحكي ومش عم تطلع ولا كلمة وعم بحكي وهيك، وهم يا حرام اللجنة كانوا ثلاثة خجلانين وحاطين هيك وجههم كذا وهيك. وأنا فأنا اكتشفت وميت إنه أنا في عندي مشكلة، إنه أنا عندي خوف من public speaking. فعلا انا يعني ما استنيتش يحكوا لي اول، لا ضليت طالع وطلعت. وهذه كانت نقطه مهمه اني اعرف شغله عن حالي. المهم اشتغلت بالشركه، فصار عندي تحدي كبير. اولا كل اللي معي بالديبارتمنت كلياتهم اولاد عائلات كبار كويتيين، كلياتهم ريجيونال سيلز، ببيعوا بالمليونز لاثرياء العرب، وانا عطوني حكوا لي خلص انت روح لليبيا وجنوب كوريا سوي ريسيرش عليهم. اوكي سويت ريسيرش عليهم، ورحت جبت لهم مقابلات من سيف القذافي لتحت، سويت على كوريا ساوث كوريا، ورحت جبت لهم بيجست انفستمنت كومبانيز، فمين بدي اروح كلها، خليك شوي. فكل ما بيودوني هيك العب، كل ما بشغل على حالي اكثر، كل ما بشغل على حالي طلع علي سمعه انه خالد حمار شغل، ايش متعطيه بنجز. فاجى حزن علي الزلمه، قال شوف انا وياك بنفتح قسم جديد نسوي كلاين سيرفيسز لكل هدول الريجنال، وانت خلص بتتعامل مع العقود. قلت له اوكي. سوينا ديبارتمنت جديده، صرت انا ايش، هم بيسووا الديل البيع وانا بسوي البيبر وورك، فصرت اتواصل مع اثرياء العرب كلياتهم الا عجلان وما عجلان وكذا، وعرفت كيف شغلات جديده، تعلمت شغلات جديده، وبدأت ديبارتمنت، وكان ديبارتمنت ناجحة، وكنت موعود ب 15,000 سهم. اوكي وكان سعر السهم دينار دينار و300 فلس كويتي سعر السهم. كنت موعود بشغلة كبيرة، وكنت مبسوط ومستني، واكبر شغلة مش بالسيارة مش بالبيت، وديهم للأردن نسوي شغلة زي هيك. فكان في كان معنا زميل بجلوبال انفستمنت هاوس، وراح عينوه مدير تنفيذي لشركه كويتيه ثانيه اسمها تعمير الكويت. تعمير الكويت كانوا بدوروا على كانتري مانجر للاردن، فروحت قدمت عليها، حكوا لي احنا بنعرفك انك تشتغل بجلوبال وسمعتك كويسه، ما في داعي نقابلك، بدنا اياك بكره. طب طلع استنى شوي لسه ما حكيتش انا، بس هيك جاي كل لا احنا بدنا اياك as soon as possible. اوكي لما رجعت استقيل من المدير اللي كنت مجنون، في عندك جايك 15,000 سهم استنى عليهم بعدين. قلت له لا معلش هو حكالي. فانا كان عندي بالوقت هذا قرار لازم اخده، اما اني اخد الوظيفه اللي اعتقد انها حتكون مجديه لي بشكل كبير وحتنقلني من الكويت الى الاردن واكون مبسوط، لان بالكويت ما كنت مبسوط، او انه خلاص اضحي بالوظيفه واستنى الفلوس. واخذت القرار اني اضحي بالفلوس واخد الوظيفه، وانتقلت الى الاردن وضحيت بالفلوس. ايش اللي صار؟ خلال اسبوعين صارت الازمة المالية العالمية، ال 15,000 كان السهم دينار و300 فلس صار ب 70 فلس، فحتى لو استنيت
وراحت علي الوظيف كان ال 15000 لن يسوى اي شيء. فالحمد لله كان قرار يعني صائب. زملائي لهلا بيعرفوا اني انا كنت عارف انه الازمه جاي، قلت لهم اكيد ما بعرف.